السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ماكينة MBI. اللي مزعلني بالدرجة الأولى، خلنا نشيل على سلواس عشان يعطيني إضاءة أفضل. أيوة، يعطيني وضع الليلي. البوية مرة ضعيفة. عشت السيارات عمر كثيرة بس ما عمري شفت سيارة زي كذا. البوية تتقشر، واللي بيقول الواحد راكب من على الحديد من الجزمة حديد وانتم كرامة، فهذيك 2020 H1 فيها ضربة صغيرة حجرة بالصدام وفي الجنب، البوية انشالت منها. زيت البريك مال الوكالة سيء سيء صراحة، 40,000 وسنتين من تاريخ الباب. زيت الجير، أنا آسف لو ما عجبكم ردي، 30 إلى 35 يبتدي الجير عندك يشكل، من تاريخ الباب سنتين أو 30 35 زيت البريك، آسف زيت الجير. سائل الراديتر سيء جدا، كل ما بين فترة وفترة ينقص، هذا دليل ان الجودة ضعيفة جدا ضعيفة، لا ترقى انها تكون جودة اساسا، اللي هو سائل التبريد حق راديتر الماي. لازم تبحثوا عن نوعية ثانية كبريستن او امز اويل، بس يكون لونه اخضر مخفف 50-50. نوعية جودة بريستن ممتاز، تحمل حرارة افضل من هذا ويعطيك عمر افضل من هذا. هذا لو طولت عليه يسبب لك مشاكل في الماكينة داخل المحرك، زائدا ما هو بجودة كويسة. مال الوكالة اللي ب 55، من 45 ل 55 يباع. فرملة السيارة تعيش مع الفحمات او القماشات، تعيش معك عمر اطول، بس ابتدى الهب يتموج. السيارة ماشية 75,000، فيها تموج خفيف جدا. البريك عندي شد بسبب اني غيرته، هذا هو شوف مكتوبه هنا دوت 3 دوت 4 وانا غيرته الى دوت 4. السيارة ماشية 75، طبعا الأنوار LED، نغير زيت أمس طبعا صارت 9 الاستهلاك. الاستهلاك لسه ما مشت السيارة شي، هذا الزيت شو اسمه، على الزيت 26,000 فقط، آسف 26 بس، 26 كيلومتر، ماشي على 26 كيلومتر. شغلت عن طريق الرموت انوار الكيو 5 كذا، ف سيارة عطيها زيت موتور كرافت 5W30 ما عندي شيء. وتجي من الكفرات هنا على جنب تصبجيش، انا عندي هدوء المحرك. عجبني في السيارة الأنوار، ممتازة نظيفة. الأنوار الخلفية اللهم لك الحمد الآن ما واجهت فيها مشاكل حرق. طبعا فصلت مقطع الفيديو، كان مشغل الراديو، فالأغاني الراديو حاطين مقطع موسيقى وأنا ما أسمع أغاني، فما حبيت أسمعكم فقطعت مقطع الفيديو لين أركب وأقفل الصوت، أقفل الراديو. مكيف السيارة بعد سنتين ابتليت، انا غيرت فريون الكمبرسر 2 إلى 60,000 وغيرت فريون الكمبرسر. لما بدأت فريون الكمبرسر رجع معي المكيف، بطل ممتاز جدا يبرد، ووضعيته على عند الإشارة لما توقف ويبتدي يدخل مرحلة نفسية وزي كذا قلت بشكل كبير وملحوظ. طبعا يا شباب اهتموا عند راديتر المكيف الخارجي، اهتموا ترى يجي فلتر، لا جيت تبدل غاز الفريون لازم تبدل الفلتر. هذا الفلتر لا جيت انت تفكه راح يكون داخله الفريون، يعني لما يفتك الفلتر لازم يطلع الفريون معه. هذا الفلتر اللي يمسك الرايش حق الكمبرسر والأوساخ حق الكمبرسر، لو في احتقاك وتآكل في الكمبرسر يعني جودة الزيت اللي في الكمبرسر ضعفت. يا شباب الكمبرسر عمره الافتراضي من تاريخ الباب 3 سنوات، الزيت اللي في الكمبرسر والفريون تاريخ الافتراضي 3 سنوات، وبعد الكمبرسر خلاص يدخل مرحلة نفسية يبتدي يشكل معاك، يبتدي الصوت من هادي. طبعا لا تأكل الصوت من السيارة، شارع مكسر طبعا، السيارة مسوي لها صيانة كامل، بس باقي الآن علي خطوة واحدة هي
فلتر البنزين الان ما بدلته صراحه، ما اتيحت لي الفرصه ان انا ابدله. الشارع مكسر وكفرات السياره منفوخين ستاندر، انا نافخهم 34 بس الشاشه يطلع معي كذا، طلع معي 34، ساعات تطلع معي 36 ذاك كان الجو حار. انا نافخهم ستاندر 34. طبعا نفخ الكفرات في محطه عيونك عندهم هواء الكتروني مجاني، يعطوك ماي حق المساحات ويعطوك قصدي تحط لك ماي مساحات وتنفخ كفرات السيارات، تنفخ كفر السيارات كل اربع. محطه اينوك الاماراتيه منتشره في السعوديه في كل مكان، مقدمين لك هواء ومقدمين لك ماي مجاني، سيرفس عندهم مجاني، جزاهم الله خير. ما اقدر اقول تعليقات. كان اللي مزعلني فيها دخول بخار الزيت على غرفه الاحتراق، وينفع اني ابرد على غرفه الاحتراق وما ادري ايش زي كذا، لكن بيدخل لي زيت على الثلاجه، على حساس الهواء، على الثروات اللي من الخلف، قلقتني هذه. ليش انا شويه غبار على شويه زيت بتسبب لي اوساخ في هذا المكان، فبضطر ان كل 60,000 لسنتين اضطر ان انا اروح واغير، اروح واسوي تنظيفات، اروح واسوي تنظيفات، اروح واسوي تنظيفات التصفيه هذه كامل. طول السياره مسوي لها تصفيه كامل، ثلاجه، ثروات الحساس الهواء، البواجي، فلتر الماكينه، ما اشتغل له وكاله. اعجابي في دي السياره ان المساعدات اللي فيها يسموها بعض الشباب سست، انك مهما عبيت السياره السياره ما تحك في المطر. هذا اللي مريحني فيها صراحه، انا كنت اعاني من سيارات كثيره فتره ويبتدي السياره تنزل وتبتدي تحك في المطبات، لكن اللي عندي انا ما شاء الله يعني وصلت ل 75 للان ما حكت معي، وانا مركب الاهل اللهم لك الحمد، حتى الصاج عندي تحت ما في ولا حكه واحده. ايش اللي اضيفه؟ مكيف لازم تبدله الغاز الفريون سنتين، لازم فك غاز الفريون بدله، 3 سنوات لازم تدخل على زيت الفريون، الزيت اللي في داخل الكمبرسر تطلع وتبدل الزيت بالفريون، لازم. وما يفتك وتطليع الزيت ما يطلع الا لازم تفك الماسورة المكيف من عند الكمبرسر تماما. بالنسبة للمرايات كل شهر ازيدها مرة الى مرتين بسيليكون سبري، اعطاها ما شاء الله عمر طويل معي، دامت معي يعني. ايش اللي اضيفه؟ ماكينة البعض يشتكي منها، تحط لها اي زيت ما ينفع وما تدوم ومن القبيل. ماكينة الغالب اشتكى منها، تباكى واشتكى منها كثير، والبعض قال جيرها قوي من قوة تتعب الماكينة. الجير اللهم لك الحمد كان مال زيت، كان زيت الوكالة، وكان عندي سبك ويخرف، يرفع الريس، يهز السيارة، كان يسوي اشكال غير طبيعية في الماكينة يعني. حتى الار بي ام بعضهم يتأخر على ما يعشق، فأعرف أي شيء في ار بي ام أو في اهتزاز السيارة، اهتزاز زايد صراحة، إذا كان زايد الاهتزاز غير طبيعي و اهتزاز زايد و ار بي ام بعض الأحيان يعشق عندك غير طبيعي، ما في سلاسة في التعشيق و و و من هالقبيل، فأعرف أن زيت الجير ما هو كفو. طبعا أنا حطيت زيت جير متل ATF SBIV متل تخليقي بالكامل، المجموعة الرابعة الخامسة مال الوكالة، المجموعة الثالثة أساس نفطي نص تخليقي، نص تخليقي ما ينفع ولا بريال أبدا. نص تخليقي لو جات الحرارة ما راح يؤدي وظيفته بشكل صحيح، راح يرفع من جودة، راح يرفع من حجم الرايش ويرفع من الرواسب داخل الجير، والدليل فك صرة الجير بتلقاها غارقة بالرايش، والبعض يقول هذا طبيعي، لا ما هو طبيعي، دليل ان الزيت ما هو كفو. طبعا انا على تعشيقه السياره تمشي، اموري سالكه طبيعيه، ما عندي اي مشاكل، اربين مرتاح، كل شيء مرتاح، السياره انطلاقتها مرتاحه. اهتموا بالكفرات، اهتموا بفلاتر فلتر الماكينه وبواجي، اهتموا بدي الاشياء كامله اللهم لك الحمد. صيانه الامس طبعا مبدل فيها سيارة الماكينه امس، لان الباب مكتوب عليه تاريخ 2017 والسياره باستمرار 2018، 2017 هذا خلاص بعد كافي، 3 سنين من عمر السيارة كافي، ما أبغى أطيل أكثر من كذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.